تشرفت الجامعة التقنية الشمالية تحديدا الكلية التقنية الهندسية بزيارة مباركة من سيد محافظ نينوى لافتتاح البازار المقيم من قبل اللجان المختصة في الكلية التقنية الهندسية لعرض مواهب الطلبة الأعمال اليدوية. الحقيقة الجامعة التقنية الشمالية اعتادت أن تفتح أبوابها أمام كافة شرائح المجتمع، فجرى هذا العمل بالتعاون مع عدة مدارس من ضمنها مدرسة جوهرة للعلوم. الحقيقة الجامعة التقنية الشمالية تتبنى مثل هذه الأفكار التي تتيح لأبنائنا الطلبة وأيضا للمواهب الشبابية لتفجير طاقاتهم بالأعمال اليدوية والفنية. فالجامعة كما تقدم العلم فرسالتها أيضا أن تحتضن الشباب وعرض مواهبهم الفنية ودعم مثل هذه المواهب وتطويرها. فالجامعة تعتبر حاضنة وبيئة جاذبة لأبنائنا الشباب وتحديدا الشباب الموصلي المبدع بإعادته، فنتمنى لهم كل التوفيق ونحن داعمين لمثل هذه النشاطات بشكل مستمر.